مساء الخير. هادي الأمين مطرود بقوة السلاح من جنوب لبنان. من كان فيهم ما يكفي من الدمع ليحكوا آلامهم وآمالهم، ومن حرروا عقولهم وقلوبهم من كل استعباد حتى أصبحت شفافة كما الفجر يرنو إلى فضيلة النور، ترى ماذا يأتي بعدهم. من كانوا على عتبة كل نهار يخلعون الاستعباد المتنكر بزي آلهة، ويجهدون كنساك يسكنهم الحزن فلا يبيتون، ترى ماذا يأتي بعدهم. من فاضت أنفسهم وسهوا عن ذاتهم فاحتلهم الحب، وبالحب احتلوا قلوب الناس وقلب الأرض وشجر الأرض وورودها وتلالها والصدى الذي يقطن بأوديتها، ومن ثم لكثرة حبهم بها سقوها دمهم، ترى ماذا يأتي بعدهم. من لم يقبلوا أن يبقى الوطن شبه وطن، والمواطنين أن يكونوا دمًا ممسوخة، ومن لم يقبلوا للدولة أن تبقى شبه دولة والحرية شبه ممارسة، وبعدها لأجل كل ذلك استشهدوا، ترى ماذا يأتي بعدهم. جواب: تأتي بعدهم ثورة، الثورة الحية أبداً، ثورة 14 آذار. إذاً تأتي بعدهم 14 آذار الثورة، الثورة التي آمن ناسها، أي المواطنون اللبنانيون، مسيحيين ومسلمين، موارنة وسنة وشيعة ودروزاً وعلويين وكاثوليكاً وأرثوذكساً آمنوا بأن لا منتصف لطريق، ولا منتصف لشعور، ولا منتصف لقرار، ولا بقاء حيث الجمود والتردد والخوف، ولا التفات إلى الوراء ولا ثأر، بل بعض عدالة تطال من تركوا في الساحة حفراً عميقة، وبعض عدالة تطال كل من اعتاد تقطيع لحم الأبرياء قطعاً صغيرة لكي لا يختنق ساعة أكلهم. أيضاً وأيضاً تأتي بعد قافلة الشهداء المباركة هذه، تأتي 14 آذار الثورة، الثورة التي آمن ناسها من المواطنين اللبنانيين، آمنوا بخطاب العيش المشترك، العيش المشترك لا بلقلقة اللسان، بل بالعيش الواحد الذي يعترف للآخرين، كل الآخرين، بكرامتهم، ولا يهرج ولا يهيمن عليهم بشعارات القداسة. حقيقة أراني لا أتزيد في القول حين أقول بأن 14 آذار الثورة 14 آذار اللحظة التاريخية وما بعدها، ورغم من همر عليها من وقائع الإرباك أحياناً والفشل أحياناً أخرى، كانت ولا زالت ثورة مؤمنين بالوطن السيد الحر المستقل، لا على سبيل الحلم والافتراض فقط، هو الوطن الثابت حق دولته الواحدة بحكم أرضها تماماً دون وصاية، دون وصاية أي أحد، ودون هيمنة أي نزعة ميليشياوية،
ودون هيمنة سلاح غير ذي شرعية أبداً. وبالمناسبة هي كانت ولا زالت ثورة مؤمنين بالله أيضاً. وبالمناسبة هي كانت ثورة مؤمنين بالله أيضاً. الله ذلك المتعالي على كل الحروب المنذورة على اسمه والجرائم المهداة إليه. وأخيراً وليس آخراً، وبالمناسبة هي كانت ولا زالت ثورة مؤمنين بالله أيضاً. الله ذلك المتعالي على كل الحروب المنذورة على اسمه والجرائم المهداة إليه. وأخيراً وليس آخراً، إن ثورة 14 آذار هي ثورة مواطنين لبنانيين مؤمنين بالنظام العام، بجيش واحد، بالقانون، بالدستور، بتكافؤ الفرص، بالبناء، بالقضاء النزيه، بالحرية، بالعدالة، بالمساواة، بالإعمار، بالعيش الواحد، ببناء الشكل الأرقى للدولة، الدولة التي تهتم بشؤون مواطنيها وتعبر عن نفسها في مشروع سياسي ناجح ينتج دولة مؤسسات، الدولة التي تحافظ على هويتها المدنية في الثقافة ونسق القيم وحقوق الإنسان. وهي ثورة تكفر بكل ضجيج يحدثه كل قاتل جبان يأمر بجلد الآمنين في بيوتهم، وثورة تكفر بكل ما وكل من يريد للناس الطيبين أن يتحولوا غب الطلب، مهجرين يرمون على عتبات المساجد والكنائس والشوارع والطرقات ليتلوا بعدها أناشيد النصر مغصوبين مكرهين. أيها السيدات والسادة، في لحظة الحديث عن الثورة والتضحية والأحلام لا بد لنا من أن نستذكر شهداء المجازر الإسرائيلية في قانا. شهداء غزة والمعذبين فيها، شهداء سوريا والمعذبين فيها الذين يرفضون مصالحة السجان ومماراته، وأيضاً المعذبين على مساحة الأرض. نعم، لا غرابة في ذكر شهداء قانا وغزة. نعم، لا غرابة في ذكر شهداء قانا وغزة. ذلك أنه لو قيض الله تعالى لهم أن ينطقوا الآن لقالوا بوحدة دمائهم مع شهداء المجازر في حمص وكل سوريا. نعم، لا غرابة في ذكر شهداء قانا وغزة. ذلك أنه لو قيض الله تعالى لهم أن ينطقوا الآن لقالوا بوحدة دمائهم مع شهداء المجازر في حمص وكل سوريا، ولرددوا: القاتل قاتل، عدواً
كان أم صديقاً أم شقيقاً عشتم وعاش لبنان.